يا اهلا وسهلا فيكم. اليوم ان شاء الله راح ناخذ الدامه البيروتيه. شوفوا معي لعبه بيروتيه للعم يوسف الخضر رحمه الله عليه. شوفوا معي، هذه فكرة الدامة البيروتية، تعطيه ثنتين وتعكز عليهم، وياكل مجبور ثنتين من هني أو من هني. تاكل أنت ثلاث، ياكل وترده بواحدة. دامة بيروتية موجودة في كتاب نصيف اللحامز الأول اللي طبع سنة 58، بعدها ياخذ هذا الرجب ويركب هني. بيروتية لوليام داغر وين ما ياكل. ودائما في البيروتية غالبا إذا طلعت دامة وما عندك ردة قبل لا تاخذ هالبيروتية لازم يكون عندك كش. ليش؟ عشان تكون عندك المبادرة. ياكل بالشيخ ويقول كش يركب سي ثمانية. بيروتية لأميل السويدان
طيب هذه الدامة لو ناخذ البيروتية الحين على طول ياكل ثنتين وتاكل ثلاث ويسلم شيخه، يعني ما تنجح اللعبة، يحتاج إلى رتشب قبل لا ياخذ البيروتية. يطلع لهذا الرتشب الحين ياخذ البيروتية، مجبور ياكل اثنين. أكل بالدامة انقطعت، ياكل تعطي واحدة. بيروتية موجودة في كتاب نصيف اللحام الجزء الثاني. طلع له رتشب قبل لا ياخذ البيروتية. وين ما ياكل الحين ياخذ البيروتية. بيروتية للأستاذ شادي. اتبع الزود. يسوق فوق ياكل ويقص وياه بالراس. بيروت هي ايضا قريبه من صفه الطياره. الحين لو ياخذ البيروتية ما تنجح، لازم تطلع الكش. طبعا هذه دامة الخصم. ويرد بوحده. ياخذ الحطب اللي امامه. بيروتية للأستاذ شادي ايضا. اتبع الزود.
ياخذ البيروتيه اللي ما يحتاج رتب، لأن على طول من ياكل راح ياكل بالشيخ على طول. حتى لو يسوق فوق كش ميتة أو يعطي واحدة يفوز. بيروتية جميلة للأستاذ شادي أيضا. ياخذ هذا الرتب وين ما ياكل، كش اثنين يركب. ياكل ياكل على طول قدامه. بيروتية أيضا للأستاذ شادي. لازم يفتح هذه، بعدها ياخذ البيروتية ما يبقى له إلا الدامة. وصلنا إلى نهاية المقطع، نلقاكم بإذن الله مع دامة زحاف. مع السلامة.